ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي جمال رائف. بعد التحية فندم، يعني نحن نتابع انطلاق النسخة الرابعة من قادرون باختلاف، كيف ترى حرص سيادة الرئيس سنويا على مشاركة ذوي الهمم في احتفالياتهم الخاصة؟ تحياتي لحضرتك ولكل الساده المشاهدين. بالتاكيد حرص القياده السياسيه المصريه على حضور النسخ الاربعه من قادرون باختلاف وتدشين هذه الاحتفاليه السنويه التي اصبحت في الحقيقه عاده سنويه بنحتفل فيها ونحتفل من خلالها باصحاب القدرات الخاصه وبذو الهمم، انا اعتقد ان هو حرص بيؤكد ان الجمهوريه الجديده هي جمهوريه الانسانيه، جمهوريه بتعلي من القيم الحقيقيه للانسان وفكره ادماج كافه اطياف المجتمع داخل هذا الوطن والاستفاده ايضا من ثروه الوطن الحقيقيه حتى مع اختلاف وتنوع هذه الثروة اللي هي الثروة البشرية. وبالتالي نحن أمام نموذج إنساني في الحقيقة أصبح نبراسا إقليميا ودوليا لكيفية التعامل مع ذو الهمم والاستفادة أيضا منهم وإعطائهم الفرصة للعمل وللتمكين سواء السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الرياضي أو الفني. نحن نرى الآن هذه الفئة المهمة في المجتمع أصبحت ممكنة في كافة المجالات، بنراهم يرفعون راية الوطن في المحافل الرياضية، بنرى يعني أيضا ينشدون الأغاني وأصبحوا من روافد الثقافة المصرية، أيضا وجودهم في البرلمان بعد أن أصبح لدينا دستور في عام 2014 بيعطي بنية تشريعية أو بيؤسس لبنية تشريعية مهمة بتعطي أصحاب القدرات الخاصة حق في التمثيل النيابي بشكل عادل، أيضا يعني إصدار قانون جديد في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بذو الهمم وإتاحة الكثير والكثير من المزايا النسبية لهذه الفئة المهمة في المجتمع أيضا إضافة بالغة الأهمية، ومن ثم هناك الكثير والكثير والكثير. يعني لو تحدثنا عن الجهود التي تبذلها الدولة خلال السنوات الماضية لدعم وتمكين ذوي الهمم في المجتمع، يعني شهدنا برامج تكنولوجية متنوعة قامت بإجراءها وزارة الاتصالات بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات، وذلك لتعزيز وتفعيل دور ذوي الهمم في المجتمع، كيف ترى ذلك؟ بالتاكيد هنا الاتاحه وفكره الاتاحه حتى التي رصدتها او رصدها الحفل اليوم وركز عليها كرساله بالغه الاهميه، الاتاحه فقط ليست فقط فكره ان يكون لدينا فرص تقليديه لذوي الهمم ولكن فرص تتناسب وقدراتهم الخاصه حتى يتمكن المجتمع من الاستفاده منهم وهم ايضا يستطيعون ان يستفيدوا من المجتمع سواء اقتصاديا او اجتماعيا. انا اعتقد ان الاتاحه على الصعيد العمل او الاقتصاد او حتى الاتاحه المجتمعيه التي نراها اليوم، ما نراه اليوم في حفل قادرون باختلاف هو فكره الاتاحه المجتمعيه، فكره ان يتقبل المجتمع هذا العنصر المهم بداخله، ده بنشوفه منذ ان انطلقت هذه الاحتفاليات. يعني كما ذكرت كان هناك تعقيب من سياده الرئيس على شعار هذه النسخه من قادرون باختلاف والتي تحمل شعار لينا مكان، فهو اكد على ان هم اصحاب المكان. بالتاكيد يعني هم اصحاب المكان لانهم مصريون لديهم كافه الحقوق وعليهم كافه الواجبات ولديهم ايضا مزايا نسبيه ظهرت بشكل كبير جدا في مجالات بالتحديد الرياضيه والثقافيه والفنيه وغيرها من المجالات. اذا نحن نتحدث عن نظره حتى مجتمعيه الان اصبحت مختلفه تماما بفضل هذه الجهود البناءه التي مش بس انعكست على المجالات السياسيه والاقتصاديه كما ذكرنا ولكن حتى على الصعيد المجتمعي، ان المجتمع الان اصبح يرى ان القادرون باختلاف هم عنصر اساسي وركيزه اساسيه في بناء الدوله المصريه وفي بناء الجمهوريه الجديده، هذه الجمهوريه التي ترفع شعار الانسان اولا، بناء الانسان، بناء الانسان ايا كان هذا الانسان سواء كان سليما او من ذوي القدرات الخاصه، كل انسان في الدوله المصريه لديه الاتاحه، لديه الفرصه، وهذه هي الرساله الابرز اليوم التي نراها، ان الدوله المصريه لديها الفرص لكل مواطن على أراضيها. أنا أعتقد أن إصرار الدولة المصرية واهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية المصرية طبعا بانطلاق احتفال اليوم في نسخته الرابعة بترسل هذه الرسالة المهمة، أن الدولة المصرية مصرة على أن تمكن ذو الهمم أن تمنحهم الفرصة كاملة، وأن الدولة في أو كتفا بكتف مع أصحاب القدرات الخاصة، يمكن حتى
المشاعر الإنسانية التي تختصر الكلام كما رأيناها اليوم. هذه المشاعر الصادقة في الحقيقة تجعلنا يعني نحن كمتابعين أو إعلاميين أو صحفيين لا نجيد الكتابة أمامها. يعني هذه المشاعر في الحقيقة مشاعر حقيقية لا يمكن أن تترجم في عبارات أو في منشطات صحفية، لأنها مشاعر بتؤكد على صدق النوايا وصدق المشاعر. وبالتالي أنا أعتقد أن قادرون باختلاف أحد أهم منجزات الجمهورية الجديدة، وأحد منجزات أيضا ثورة 30 يونيو التي مكنت كافة أفراد المجتمع المصري أن ينعموا بهذا الاستقرار وبهذا السلام وبهذا الجو الآمن الذي يمنح الأجيال القادمة العيش يعني بطمأنينة وبسلام، وأيضا بطموح وبأحلام، ويمكنهم من الحلم وتنفيذ أيضا الحلم. يعني هي حقيقة، ولكن هناك عدة رسائل حملتها هذه الاحتفالية وتحديدا المشاركة العربية الممثلة في الطفلة مريم وغيرها من الأطفال. ما هي الرسالة التي بعثتها هذه المشاركة العربية في احتفالية اليوم بذوي الهمم؟ هنا مصر في الحقيقة في ما يتعلق بدورها الإقليمي ودورها العربي ودورها كدولة بترسخ دائما لأسمى معاني الإنسانية والسلام والاستقرار، بتحاول أن تصدر هذه التجربة الرائعة إلى حتى المحيط الإقليمي والعربي. وهذه رسالة أنا أعتقد أنها هي بالغة الأهمية، أن على الجميع أن ينظر إلى هذه المعاني الإنسانية الراقية، وأن تكون هذه التجربة مش بس تجربة مصرية. نعم هي تجربة مصرية الصنع، ولكنها الآن ربما تكون أيضا عربية وإقليمية التأثير. وبالتالي هذه رسالة الأبرز، أننا نريد أيضا أن تنتقل هذه التجربة الرائدة والجميلة في التعامل مع ذو الهمم وإلى محيطنا العربي وإلى شقائنا العرب وحتى إلى شقائنا في القارة الأفريقية. هذه رسالة إنسانية، أعتقد أن هي رسالة سامية جدا، والتمثيل العربي مصر اليوم للعالم أنا أعتقد أن هو بيعطي هذه الرسالة بالفعل، تحملها مصر إلى العالم أجمع. يعني كان هناك عدة تأكيدات لسيادة الرئيس في الاحتفالية السابقة أن المجتمع الذي يقدر أبنائه من ذوي القدرات الخاصة ويسخر لهم كل الدعم والرعاية الممكنة هو المجتمع الأقرب إلى تحقيق أكبر معدلات من التنمية والتقدم والنهضة الشاملة في جميع المجالات. كيف ترى ذلك في ضوء الإجراءات التي تتخذها الدولة في هذا الشأن؟ يمكن يعني هنا تصريح السيد الرئيس بيرتكز على فكرة أن إذا تكاتف المجتمع بكل مفرداته، إذا استطاعت الدولة أن تستفيد من كافة قدراتها البشرية حتى وإن كانت هناك بعض القدرات لديها بعض الاختلافات النوعية، فهنا تستطيع الدولة أن تحشد جهودها ويحشد الشعب جهوده لإفادة المجتمع وإفادة الدولة، ومن ثم تتحقق التنمية الشاملة. وبالتالي من هنا بتأتي أيضا رسالة بالغة الأهمية، أن الدولة المصرية لديها الآن القدرة والإمكانيات والإرادة السياسية للاستفادة من ثرواتها البشرية حتى في ظل هذا التنوع. وبالتالي أنا أعتقد أن قادرون باختلاف استطاع أن ينمي هذه المهارات، استطاع أن ينقل هذه القدرات ويظهرها إلى النور. رأينا الكثير من القدرات في الحقيقة على كافة الأصعدة لم نكن نراها من قبل. هذا الاهتمام الملحوظ بذوي الهمم الآن أصبح يمنحهم الفرصة للإبداع وللتألق وللعمل ولمجال أيضا للعطاء للوطن. وبالتالي أنا أعتقد أن تصريحات السيد الرئيس هذا الشأن بتؤكد هذه النقطة بالتحديد، أن الدولة المصرية ترتكز على كافة مواطنيها. الدولة المصرية يعني لديها خزائن من الثروة البشرية المتنوعة، وهذه الثروة البشرية المتنوعة في الحقيقة هي الثروة المصرية الحقيقية التي تظهر الآن معادنها النقية وتفيد الوطن وتنطلق به نحو الجمهورية الجديدة. أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي جمال رائد، كنت معنا عبر الهاتف.